¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Policía! إذا متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم، وكما شاهدتم قبل قليل في هذه المشاهد التي نشرتها مصالح الشرطة الإسبانية التي قامت بتفكيك شبكة جزائرية للهجرة الغير الشرعية. هذه الشبكة كانت تقوم كذلك بتزوير الهويات لصالح الحراقة الجزائريين والسوريين وجنسيات أخرى. المقر الرئيسي ديال هذه الشبكة في وهران، لكن عندها فروع في أوروبا وهي مقننة ومدعومة من طرف نظام حضارة الجزائر. وكما شاهدتم متابعينا الكرام، من بين الأمور اللي كتقوم هذه الشبكة بتزويرها جواز السفر المغربي، وبحيث أن هذا الاعتقال كان في إسبانيا فهي كانت كذلك عن طريق معلومات استخباراتية مغربية التي قدمت للسلطات الإسبانية قبل أن تقوم بتفكيك هذه الشبكة واعتقال الجزائريين الذين ينشطون ضمن هذه الشبكة المدعومة كما قلت لكم من طرف نظام حضارة الجزائر، لكي يقوموا كذلك بتزوير جوازات السفر والهويات على أساس أن هذوك الحراقة السوريين ولا الجزائريين فاش كيمشيو لأوروبا كيعطيوهم جنسيات على أساس أنهم مغاربة، لكن كيزوروا جواز السفر وكيزوروا الهويات. بس تعرفوا متابعينا الكرام بأن نظام حضارة الجزائر كيحاول على أنه بكل الطرق وكل السبل باش يشوه السمعة ديال المغرب في كل مكان في كل أنحاء العالم، كيحاول يشوه السمعة ديال المغرب والمغاربة عن طريق تزوير جوازات السفر ديال المغرب وإعطائها لحراقة. وأنتم تعلمون بأن هاد المهاجرين الغير شرعيين أشنو كيديروا في أوروبا؟ يقومون بأعمال السرقة والنهب وما إلى ذلك من الأعمال الغير القانونية، وفاش كتشدوا كيعطيهم جواز سفر على أساس أنهم مغاربة، وهم لا مغاربة ولا هم يحزنون. نظام حضارة الجزائر كيحاول هنا يلعب على نقطتين. أول نقطة أنه يستغل السمعة الجيدة ديال المغاربة في أوروبا عن طريق تزوير جوازات السفر بطبيعة الحال على أساس أن هاد المهاجرين مغاربة، والنقطة الثانية وهو أنهم يشوهوا السمعة ديال المغرب عن طريق هاد المسألة. فمن هذا المنطلق متابعينا الكرام جاءت معلومات استخباراتية مغربية
للسلطات الإسبانية باش يقوموا بالتدخل لاعتقال أفراد هذه الشبكة الذين ينشطون في إسبانيا، خصوصا ينشطون تقريبا ما بين وهران وإسبانيا، ما بين حضارات الجزائر وإسبانيا، كيحرقوا الناس من حضارات الجزائر خصوصا سوريين ولا غير سوريين ومشارقة وما إلى ذلك، كيعطيوهم جوازات سفر مزورة مغربية باش يشوهوا السمعة ديال المغرب سماك، وباش يقوموا بالإضرار بالمصالح ديال المغرب، وباش يقوموا كذلك تشويه سمعة الجالية المغربية المقيمة في الخارج. فشوفوا الحقارة ديال هذا النظام متابعينا الكرام، شوفوا الذناء ديال هذا النظام، نظام حضارات الجزائر، ما يقوم به من أفعال مشينة، لكن سبحان الله العظيم دائما كتقلب عليه الآية، وهذه الأفعال ديالو تعود عليه هو، تنقلب عليه هو في نهاية المطاف. كل التحية مجددا للأجهزة الاستخباراتية المغربية اللي هي على يقظة تامة بمثل هذه التحركات، وتتحرك ضد هذه التحركات مثل ما تحركت ضد هذا الشبكة الجزائرية اللي كتزور جوازات السفر ديال المغرب وكتعطيهم لحراقة ومهاجرين، منهم سوريين، منهم عراقيين، منهم ليبيين، منهم معرف شنو، باش يشوفوا السمعة ديال المغرب في أوروبا. فإذا كان شي حد مازال كيأمن بشي حاجة سميتها خاوة خاوة وحسن الجوار وما إلى ذلك، شوفوا الحقارة ديال هذا النظام فين وصلت، شوفوا الذناء ديال هذا النظام فين وصلت، وشوفوا الوسخ ديال هذا المصايب الكحلة اللي مجاورين معنا فين وصلت. راه ما كاينش عباد الله شي عقل غادي يتقبل بأن هادو يكون معاهم حسن الجوار، ولا يكون معاهم شي حاجة سميتها خاوة خاوة، ولا تكون معاهم شي حاجة سميتها أخوة، مستحيل، لا في الدين ولا في الجوار ولا في الجغرافيا ولا في ما يمكنش هاد الهمج، هاد الحيوانات اللي عايشين حنا، هاد القذارة اللي عايشين حدانا، راه ما يمكنش على هاد المستوى اللي وصلوا ليه، على هاد المصايب الكحلة اللي وصلوا ليها، واللي كيحاولوا على انهم يورطوا المغرب فيها، ولكن في نهاية المطاف كيتفضحوا وتنفضحوا الاكاذيب ديالهم وينقلبوا السحر على الساحر. فشنو بان لكم متابعينا الكرام في مثل هاد الافعال ديال هاد النظام القذر، انه يزور جوازات السفر ديال المغاربة في الخارج في اسبانيا على وجه الخصوص باش يقوم بتشويه السمعة ديال المغرب و المغاربة، لكن لن يفلحوا، وكما لم يفلحوا في الأمس لن يفلحوا في المستقبل، ونحن لهم بالمرصاد. ومجددا كل التحية للمخابرات المغربية وللأجهزة الأمنية المغربية على اليقظة ديالها وعلى التحرك ديالها الدائم في الوقت المناسب. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.